السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوه يا شيخ مصطفى. نعم. بس حضرتك كنت عايز حضرتك تدعي بإن ربنا يتمم شفاه على خير ويبعد عن المرض. الله يتمم عليك الشفاء على خير يا رب، واصرف عنك وعن المسلمين المرض. اللهم آمين. يا اللهم آمين. سؤال آخر يا شيخ مصطفى. نعم. دلوقتي والدي يعني هو كان بقاله فترة حوالي 10 سنين يعني هو كان بيكسر ان هو يطلع زكاة الثمار. ها عفوا؟ يعني ما كانش بيطلع زكاة الثمار لمدة 10 سنين. لم يكن يخرج زكاة الثمار لمدة 10 سنوات. تمام. أول 5 سنوات كانت الأرض هو اللي بيزرعها. تاني 5 سنوات كان مديها لواحد بالإيجار وكان بيديله محصول سنة، محصول طبعا الأرض كانت بتطلع محصولين في السنة، فكان بيديله محصول وهو بياخد محصول. المهم اختصارا للدور، الله يسلمك، والدك كان لا يخرج زكاة الزروع زمنا طويلا، صح الكلام ده؟ تمام. إذن يخرجها الآن بس.